ايه فهمت فهمت فهمت. وهلا شلون وضعه؟ ايه معك ماشي. يسلم ودياتك. متضايق كتير، رح موت كمان شوي، حاسس حالي رح اختنق. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليك والله انا ما بدي دق الا لندى، خبرني شو بيصير معك. ماشي يسلموا، شكرا، باي. الله لا يوفقه، وضعه خطير. ايه عم يقولوا ما في امل، الله لا يرده ان شاء الله. ما كنا متوقعين هالشي ابدا. الله يعينه. يعني عن جد حاول ينتحر؟ لك ابني هاي جريمه مو حي الله، وكلنا منعرف منيح مين اللي ارتكبها. ايه هلا مو وقته لهالحكي. وشو دخلوا العثمان؟ نريد اليكم هذا النبأ المهم والخطير. ذكرت مصادر طبيه ان السيد رشوان عضو مجلس الشعب سابقا قد فارق الحياه بعد ان تم نقله الى المشفى امس، وقد تم تأكيد الخبر بكل أسف من قبل بعثتنا في المشفى. عثمان شو دخلوا بالقصة؟ يعني ضروري كان ينتحر هالحقير، حده 60 جهنم إن شاء الله. لك الزلمة مات بسبب بابا جاي عم تدعي عليه؟ عثمان عثمان شو علاقتك بالشي اللي صار؟ إن شاء الله ماني ناقصك. اسأليه اسأليه لابنك، مين وقعه بالفخ للزلمة اسأليه؟ هاد ما كان رأيك لما جبنا لك السي دي؟ بابا اهدى شوي، شبنا راس ولا بخنقكم انتوا الاثنين مع بعض. حاجتك بقى، ما قلت بعضبة لسانك بدك تنتقم منه لانه وصلك لهالمواصيل؟ عثمان بكفي، ما في حدا فينا توقع انه الامور توصل لهالدرجة. ولك انت واحد حشرة ومحتال كمان. راس ولك وسخ، لما تكون الامور بخير بتكيف، ولما بتتكركب الدنيا بتسحب حالك وتلبسها لعثمان. عثمان خلصنا هيك انت دائما. انا رايح وبوعدكم اني ما فرجيكم وشي مرة تانية. قبل ما تروح نظف وساختك. وانت التاني اذا بيدروا انه قلنا ايد بهالقصة بتبرى منكم وقتها. عم تسمعني عم حاكيك؟ فهمان شو قلتوا لك؟ خلص انا ما عاد بدي اسمع ولا كلمة، ما بدي اسمع. رشوان بيك قبل ما يقدم على الانتحار ترك لكم رسالة تانية معي غير يلي وصلتكم. وينها؟ بعتها اليوم للقاضي. أنا ما بعرف محتواها لحد هلأ، بس عن قريب رح نعرف. ليكن هنيك. وقعيلي هون وهون كمان. خلاص شكرا لك والعمر لكم. يلا مرام قومي غسلي وشك. مرام لا تبكي، العمر لكم. ما لحقنا مصطفى، ما قدرنا نلحقه. لا ما عليك، يا ريتني وصلت لك قبل ما يصير اي شيء. انتوا اتصلتوا بالشرطه ما؟ ايه انت اخر واحد حكى بابا، شو قال لك؟ كان عم يوصيني فيك يا مرام، طلب مني انه احميكي من بيت رشدان. وما قال لك شيء غير هيك؟ قال إنه ما بيقدر يواجه بيت رشدان لأنه ما نؤدون. أنا حاولت أعرف وين مكانه بس هو سكر بوشي. أنت اللي خبرت عن الحادثة؟ إيه. مصطفى نالجي لازم ناخد إفادتك أنت كمان. أنا جاهز. تفضل معي. ما رح أتأخر، أنت خليكي معهم هون. Thank you.
حوت، إذا اتصلوا الصحفيين بتحكوا مثل ما مكتوب. أكيد رح يضغطوا عليكم كتير مشان ياخدوا منكم تصريحات، وإذا اضطريتوا إنكم تحكوا فقولوا مثل ما مكتوب. أكيد هنن بدهم يفتحوا موضوع الفضيحة تبع النت، ما ها؟ ما رح يوصلون. لك أنت بالذات فيك تخرس؟ ما بيكفي المصيبة اللي حطتونا فيها كمان إلك عين تحكي؟ أسبوع واحد اللي غبتوا عنكم إجيت لقيتكم مخربين الدنيا. إذا بيوصلوا للي اسمه ياسمين وقتها رح تكون الفضيحة الكبيرة منير. خليها تختفي لفترة. البنت متخبية لا تخاف. ولا تسمحوا لحدا يوصل لها. لا تفهموا حكي غلط وتروحوا تخفوه عن الوجود. أنصحكم تغلطوا هي غلطة. لا تخاف بابا ما بنعملها. لأنه صرت أتوقع كل شيء منكم هلأ. رايح شوفوا لأمك، وضعها سيء كتير. ندى ومرام اثنيناتهم مسكرين موبايلاتهم، شو بدهم يعملوا؟ بيكون الكل عم يدقوا لهم. حياتي حياتي حاجة تبكي بكفي. شو بنعمل هيك نصيبه؟ ليكي لو كان إنسان عاقل ما بينتحر، ما؟ شوفي بس تهدى الأوضاع شوي، ما بدي شوف وشك أنت وابنك هون. بدي منكم تنقلعوا من حياتي. هيك عم تغلطي ها؟ بس أعرف إنكم طيبين وعايشين، هالشي بكفي. ما بدي شوف وشكم قدامي، قرفانة منكم كلياتكم. كله بسبب هذيك البنت، لعنتها عم تلاحقنا بكل مكان. هاي خطيتها صدقيني. ممكن نعرف الأسباب اللي خلت رشواني انتحر؟ ممكن جاوبونا على الأسئلة لو سمحتوا؟ بدنا تصريح مرام خانم لو سمحتوا. شو صار الفضيحة اللي نزلت في الجرائد؟ بدنا تصريح لو سمحتوا. رادا خانم شو صار الانتحار؟ لو سمحتي شو انا رح ضل هون الليل بحكي. شو قصة الفضيحة؟ إذا بشوان بيك انتحر بسبب الفضيحة. لو سمحتي بس كلمة مصطفى وحكي. ممكن نعرف الأسباب؟ عم ياخذوا لنا صور كمان ليقوموا يورطونا بهالحادثة. يلا اطلعي. لوين يا بي؟ على المطار دغري. لا لا لا، خدنا على نص البلد. خلينا الليل ننام هون، خطي. بركي مرام احتاجت لأي شيء. بس ما رح تحتاجني إلي، خليني روح مشان أنت تاخد راحتك. لا تخبصي نور.